حبا من أول نظرة. كان السحر واليقظة، كان رجلا نبيلا حقيقيا. أخذني بعيدا، أحضر لي الزهور وأمطرني بالمديح. كان من أسعد أوقاتي على الإطلاق. سرعان ما قررنا الزواج والعيش معا. ولكن بعد أشهر قليلة تغيرت الأشياء. لم يسمح لي بالخروج لوحدي، وقرأ إيميلاتي ورسائلي سرا. شعرت أنني محتجزة ومعزولة وأسيء فهمي. السحابة التاسعة، سحابة الحب، تحولت إلى البرق والرعد. تقاتلنا طوال الوقت على لا شيء. عندما لا أستطيع أن أقيم علاقة الحب معه، كان يجبرني على ذلك. في كل مرة كنت أنوي تركه، كان يعد أنه سيتغير، لكن لم يتغير شيء أبدا. مرت الأسابيع والأشهر والسنين، في النهاية استطعت أن أتركه. اليوم لدي المقدرة على الحديث عما حدث.